مباراة الأهلي والساحل في الجولة 29 من دوري الأمير محمد بن سلمان الدرجة الأولى السعودي لكي تشهد المباراة. معالي فضل الله طاطب بزر الأول الشرف الغنيات، وشكرا لكم مسبقا. ملعب المستضيف للمباراة ملعب برنس عود بن جلوة سبورت سيتي ستاديوم. توقيت المباراة سوف يكون في الساعة 7:40 بتوقيت السعودي وقطر والإمارات، والساعة 6:40 بتوقيت القاهرة، والساعة 5:40 مساء بكل من توقيت الجزائر وتونس والمغرب. أما بالنسبة لقنوات النقل للمباراة، قناة السعودية الرياضية وحيد الناقل الحصري للمباراة، تجدون البث في صندوق الوصف بجودة فول اتش دي وبدون تقطيع. نتمنى لكم فرجة ممتعة، لا تنسوا دعم البلاغ والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصة زر الكل لكي توصل دائما بمواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة، ونضربكم موعد في موعد قادم.